خلاص طب اهدي. تعالى. خلاص. تعالى هنا. روح له. ايه ده انا مالك؟ خلاص مفيش دعوه بيها. يلا يا هي يا حبيبي. طيب خلاص اهدي. طب يلا قول بقى. طب يا طلعها يا طلعان. طب خلاص اهدي. ما طلعتي انت طبعا. قول لي عملتها ليه؟ طب اهدي. ها؟ طب عملتها ليه؟ هكلمك. خلف مالها؟ ليه يا اخويا؟ هكلمك اوعي. ايه؟ مالك؟ هكلمك طيب. ايه قول. طب اديني فرصه اتكلم. اللي بيحصل في جوزك ده مالك؟ انت راضيك اللي بيحصل في جوزك ده؟ واحده ليه؟ انت راضيك اللي بتعمل فينا ايه؟ يعني انت واخده واحد جايب لك دره؟ ايوه يا حبيبي والله. خلاص هي دي مراتك يا مجدي؟ انت متجوز كل دي؟ انت مالك يا عمي كل دي ولا مش كل دي؟ خلاص اهدي يا ستي اهدي. خلاص اهدي يا امنيه هريحك. انا هريحك. صلى على النبي. اتفضل صلى على النبي. صلى على النبي. خد معاد اذنك يا مجدي ممكن تخش تقعد مع ابنك؟ صلى على النبي. ابنه ايه؟ ابنه ايه؟ انت ليه كده؟ ابنه ايه؟ المصحف في ايدك تقيله. ايدك اخويا على فكره. بقول لك بصي يا طنط امنيه لو سمحتي هتكلم معاكي بهدوء. يا طنط امنيه طنط ايه انت اخرك بص عامل ازاي عادي بزلا ويلا. طنط ايه يلا؟ هو انت ايه يعني؟ والله العظيم انا ما عايز اتكلم معاكي باسلوب مش كويس عشان انت بتتكلمي. لا اتكلم. انا بتكلم معاكي باحترام بس انت زي يعني زي مامتي انا مش عايز ارد عليكي باسلوب مش حلو. زي ايه؟ زي امي. امك ايه انا؟ يعني في الحجم يعني. والله لا مش في السن. على فكرة اقسم بالله انا ما عايز اتصرف معاكي بطريقة مش كويسة. اتصرف. ممكن نحل. انا مش عايز ابقى وحش. يا ماما لو سمحتي ممكن نحل. ممكن نحل. صلى على رسول الله. تعالى يا مجدي. يا ستي تعالى يا مجدي. ليه ايه في ايه بتعملي كده ليه معانا؟ انت مجنون. ممكن انا مش مجنون. هو في مين فينا طيب اللي ممكن يبقى ممكن ايه ممكن يبقى ممكن نحل؟ اصل مجدي عمال يقول لي ان انت هوبا بصراحه. انا هوبا يا عم. طب ممكن نحل؟ طب قول بدل ما تديك بالبتاعه دي في نافوك. من غير ما تديني انت مفتريه. هي دلوقتي ملك ملك منك. ممكن لحظه ممكن لحظه ممكن لحظه تعالي يا فرحه. ايه يا ام فرحه اسكت انت يا حبيبي. ايوه اسبوع ابني اسبوع ملك. ممكن تيجي لو سمحتي؟ تعالى ما حدش يتدخل. لو عديت من هنا هتاكلني. لا لا ما هو مش هيحصل حاجه. صلى على النبي. احنا اللي هنعمل. لا ولا ليه. بص احنا هنحل الموقف. ملك انت ترضي ان هي تيجي تعيش معانا هنا؟ اعيش فين يا ابني؟ انت مجنون. طب ما انا قلت لك يا ماما ويا طنط اتضايقت بتقولي لي يا ابني. انا ليا بيت وده جوزي بقاله سنتين. انت لاحظ ان انت بتتكلم ازاي يعني خلي بالك. ايه يا اختي خايفه؟ ثواني انا بس ثواني يا عم بس انا بس لسه والده لسه والده ولسه والده. طب تعالي تعالي يا قطه. قلت لك تعالي. لا 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 يا ستي ابعدي عني. انا والله عندي حل. هي هتنزل تشتغل وانت قاعده مع ميشو. اقعد مع ميشو ليه؟ الخدام اللي جابت حمك يا اخويا مالك؟ البليه اللي جابت حمك. مش ماما لو سمحت ما تشتميش ماما. يا مجدي بقى تعالى شوف اللي تعالى يا تعالى. ها من الاخر. اه هي اللي جابت الواد انا اختارها هي. ده انت بقى مطبخها انت وهي. ده اخر كلام ولفت عليه. انت مش عارف بيها. انا بقولك عشان لسه انا يا مجدي. انت مش عارف تجيب لي حق اختي. ها ما تجينيش عليك. خلاص انا اخترت اختك كمان. انت مش عارف تجيب لي حق اختي. خلاص انا اخترت اختك. اخترت اختي. طب هتعمل مين دلوقتي يا مجدي؟ اتفضلي. طيب بقى هتطلقها يا حبيبي وهتمشي معايا من هنا انا وانت ورجلي على رجلي. مش هطلقها يا امي والله اللي هتطلقها. والواد هيروح فين؟ الواد يا حبيبي امه تقعد بيه. يعني انت راضيكي خراب لا 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 انا هجيب له حاجه. اقول لك حاجه واحده بس. حطي نفسك مكاني واختاري ما بين الاثنين. بعدي يا ملك لحسن يحصل لك حاجه. لاحظ ان انا في ايديها. اه اصل انت عماله تعملي حاجات مش طبيعيه. انا اختي اختك وانا مالي. خلاص اخويا على فكره هو بيدافع عني انا هدافع عنه. طيب بص يا طنط امنيه. بقول لك ايه بقول لك ايه بقول لك ايه بقول لك ايه انا اللي مشتري البيت ده. انا اللي حق ان انا اطرد. مشتري اثنين عشان كده يا اخويا بقول لك. اتفضل يا طنط. قول لي لا خالص خالص على الثانيه. انا كده اخترتها هي خلاص. يا قبلتي امنيه لما قلتك ايه